كان صابر اليوم جاب جمل من السوق جديد، وطبعا هيطلع مغرب على الجبل، هاخد بيه رحله بالسقر بتاعه. على مالك يا صابر، واركب ربنا يستر يا رب. خلي بالك من السقر يا صابر، غالي يا صابر السقر يا صابر. شد الجامعه يا سد الجامعه، اذا حدث فيك يخرب بيتك ايامك يا صابر. يخضع صابر يا بوي، ما قلت لك شد الجامعه، تسمعش الكلام. اوبا، صعبه 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 بجد الوقعه يا صابر. يا صابر يعني انت ما بتعرفش تركب جمال، اركب حمار. بلاش حمار يا سيدي، اركب حصان اتعلم عليه الاول، انما تركب لي جمل وماسك لي الصقر على ايد وسايق لي باليد الثانيه، ادي اخره اللي عرضها وهو مش قد التعريض. متولي يا متولي، قلت لك بدل مره 100 مره. مش كده مش كده يا حبيبي، يعني فرامل ايد، فرامل رجل، اي حاجه، بس ما تتدبش كده. الدبه دي غلط كده، الموتوسيكل يصد كده منك يا حبيبي، مش كل يوم هنطلعك من الميه. ايه ده ايه ده، هو في يا جماعه؟ يعني انا مش فاهم، هو قطعها بايده ولا ده سحر ولا خفه يد ولا ده ايه بالظبط؟ انا مش عارف، بس هي بصراحه الحركه حلوه، يعني انا جربتها كذا مره بصراحه ما عرفتش اعملها بامانه. فاحنا عايزين تعليمي ولا حاجه، فيديو كده يعرفنا والحركه اللي هو عملها دي، وبعدين ام هوبش هيها اتنين كده. انسحب لانها وصفتني بعدم التهذيب. طب وهذا عفل غير عفل على الهواء مباشرة. انا قلت لها على الهواء ان شاء الله يا رب نكون في القمر. انا مالي سيدة صفيناس كاظم، نحن على الهواء مباشرة. الغي رحلتي. لا يعني أنا شخصيا شايف إن الأستاذة صفيناس عندها حق كامل بصراحة، يعني تهزقها وتقول عليها الكلام ده، لا ما يصحش. وبعدين الست بمنتهى الأدب لغت الرحلة وشالت الفخذ على كتفها وخدت بعضها ومشيت. يعني تعمل لك إيه؟ يعني تقعد تتهزق مثلا وبتاع؟ بس أنا عايز أفهم، هي الفخذة دي تبع البرنامج ولا تبع الأستاذة؟ وهي كانت جايباها وهي جاية، وبعدين لقيتها قامت على طول كده رفعها على كتفها كده واخده بعضها وماشيه، ولا عملت اعتبار لاي حاجه؟ بس هو بامانه حقها يعني، ما ينفعش طولة لسان وقله ادب وبرامج وعلى الهوا وبتاع، لا عيب، ما يصحش يعني. قفشه 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 يا قفشه يا قفشه يا قفشه يا قفشه يا قفشه. اه بره 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 بره. ايه يا احمد يا موسى، في ايه في ايه؟ يعني انا حاسس بصراحه ان انت بتاخد حقنه، مش بتتفرج على ماتش ولا بتشوف بلانتي ولا الكلام ده كله. ده اقسم بالله قفشه لو كان يعرف رد فعلك ده لكان عمل المستحيل يا راجل عشان يجيبها جون. ايه يا احمد، مش كده يعني، ده كوره، في ايه؟ بالراحه يا عم. وبعدين قفشه ابقى ركز بعد كده علشان تحط الكره في الجون، لان بصراحه رد فعل احمد موسى لا صعب صعب جدا. حقنه يا راجل، حقنه وبتاخدها وبعدين لا، ما يعني كتير كتير اوفر كده. احمد موسى الله يقرفك الله يقرفك يا بعيد، يعني قلنا صينيين وماشي زي بعضه، بياكلوا بعصايا وبرضه مش اشكال، هتعدي اللي هو عايز ياكل بياكل بيه، انما تاكل السمكه ماشي، انما تاكلها صاحيه ومش عارف تحطها في ايه كده الاول وقال ايه يعني دي ايه دي، مش فاهم انا يعني ده ملح مثلا ولا بهارات ولا حاجه حطيتها فيه كده وقمت صاحيه كده؟ طب وهي بتلعب في بقك كده احساسك ايه ولا ايه؟ الله يعني انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه، انا مش عارف يعني، من فيران لتعابين لصراصير ومؤخرا سمك وصاحي كمان وبتاكله، وقال ايه بتحطها في توابل كده الاول وتقوم الله كده طعمها ظبط يعني. الله يقرفكم يا ابو عده. ده مش شعر، ده حبل، والله ما بتنمر. طب والله على والله بتاعتك، ده شعري اطول شعر في العالم احمد زبزوبي، وما تحلفش تاني بوالله، ما تحلفش تاني بوالله، لو ما كانش شعري ما كانش طلعوني في التلفزيون هنا وهنا. استاذ زبزوبي انا عارفك وشفت لك قبل كده فيديوهات، بس انا برضو مع الراجل اللي كان بيقول بصراحه الكومنت بصراحه ده مش شعر، لان ده حتى لو شعر فهو شكله مقزز بصراحه، حاجه صعبه يعني. استاذ زبزوبي، وانا رايي ونصيحه من اخ، احلقه يعني، بلاش تربيه بالشكل ده كده. انا مش فاهم ايه الجميل يعني انك شايله كده، ده انت لو حتى جايب كيس من السوق ولا شايل اي حاجه مش هتعرف يعني، ما خلاص انت ايدك الاثنين مشغولين بالشعر اللي انت بتقول عليه شعر ده وشايله على ايدك يعني. استاذ زبزوبي نصيحه من اخ، احلق شعرك يا زبزوبي.